مرحبا بكم في جنة إفريقيا ولؤلؤات المحيط الهادي. مرحبا بكم في زنجبار. وصفت بأنها جنة منسية وأندلس إفريقيا ومكان سياحي ساحر. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. مرحبا بكم في الجزء الثالث من سلسلة زنجبار، هذه الجزيرة الإفريقية المسلمة الساحرة بشواطئها وطبيعتها، وأي جزائري يقدر يسافر لها. فلوق اليوم راح يكون ممتع جدا، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. خلونا سلي. Is that Jawed? Welcome to our beautiful hotel called Maisha Matamu. Sweet life in English. Come and enjoy it. This our room? So my people. Wow. It's so beautiful. Yeah. So you guys are going to have fun in here. Trust me, you're safe around me. Because I'm superpowers. So, and we're having another. So these sketches resembles Africa. سعر الليلة هنا $100، لكن يديروا عروض تخفيضية طيلة السنة. تواصلوا معهم في هذا الرقم تاع الواتساب. قولوا لهم رانا جايين من طرف جواد فلوغ. الفندق موجود في واحد من أجمل شواطئ زنجبار. Located on the most famous beach in Zanzibar called Paje. خلينا نتحركوا. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. يوم جديد، يلا نبدأ. بسم الله. فندق مايشا ماتامو، وهذه الكلمة بالسواحلية معناها الحياة الحلوة، وفعلا الحياة حلوة في هذا الشاطئ الجميل. شاطئ باجي أشهر شاطئ ولا من أشهر شواطئ في زنجبار، لمياهه الصافية النقية، فيه أكثر المنتجعات الفخمة في زنجبار، وعندكم عدة نشاطات سياحية رح نكتشفوها تقدروا تديروها في هذا الشاطئ. وعندهم أيضا غرف بهذه البامبو، يعني غرف تحس كأنك فعلا في وسط الطبيعة. وهذا الفندق من الداخل، يعني مباشرة يطل على البحر. هذه غرفتنا الثانية اللي قعدنا فيها، وسعرها أقل من الأولى، يعني سعر الأولى $100، لكن هذه سعرها يتراوح ما بين $50 إلى $80. وصراحة عجبتني هذه أكثر لأنه حسيت فيها طعم إفريقي. الرحلة يا جماعة، الرحلة راح نأكل من هذه الديار. البنغالو هذا ولا يقولوا له باندا. شفنا بقطعجنا دائما مسافرين، دائما عبالك تتعود تعاشاي في راسك تولي دائما ما تنجبش ولا ما تقدرش تستقر في مكان، يعني دائما فكرة انك تتنقل موجودة في راسك كما العرب بدون رحل. اذا وصلنا، كنت ديجا وريتها لكم، جبنا الاشياء اغراضنا. اوبا، here we go. صباح الخير عليكم، يوم جديد في شاطئ باجي. هذا الشاطئ اللي قصده السياح من جميع أنحاء العالم باش يشوفوا هذا المنظر اللي راكم تشوفوا فيه، الأشرعة الهوائية اللي تحسبها وكأنها طيور نظرة لكثرتها. الحورات اللي شفناها من قبل في زنجبار، علاش؟ لأنه هذا جنة الكيتسيرفر، هذوك اللي يسيرفوا مش بالأشرعة. تخيلوا أنه البحر على طول امتداد 2 كيلومتر معمر بالكيتسيرفر، يعني هذه جنتهم، هنا جنتهم. رياضة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية الكايت سيرفينج، رغم أنها اسمها ركوب الأمواج إنها لا تحتاج أمواج، وإنما تحتاج الرياح، وقوة الرياح مع المظلة تعطيك هذاك الإحساس كأنك راك تتزلج فوق الماء، ورياضة جميلة جدا ممتعة. وسبحان الله هذا الشاطئ اللي رانا فيه، شاطئ باجي، الرياح ما تحبش فيه، على طيلة السنة كاين الرياح، وهذا واش يحتاجوا ليمارسوا هذه الهواية الكايت سيرفينج. خلينا احنا نجربوها تاني. ما يعني كان يفهم فينا كيفاش يتحكموا في الكايت، يعني هذا كل الشراع. فكي تكون هنا الكايت يكون هنايا معناها صفر، راه متوقف هنايا معناها السرعة اللي يجي في هذا. What's the name for this? Foil boy. Foil boy. And there is another one. This one. This is twin tip. هذا what's called this? Twin tip. فكل ما تستعمل في السيرف، كل ما تستعمل لونج بورد معناها مساحه كبيره راح تتحكم فيها اكثر، كل ما صغرت كل ما يزيد التحكم يزيد يصعب. انا جربت السيرف والان راح نجربه الكايت سيرفينج.
جماعة الآن راح يورينا كيفاش يخدموا بهذا الكايت سيرفر. شوفوا غير صغيرة عادة ما تكون كبيرة بزاف. أول حاجة نديروها أنه نفتحوا الكايت. Later you will be able to stand up with the board and you can ride the right side and downwind and upwind. Oh, for one day. Yes, six for hour. One day. Yeah, you must 6 hours without stop. You know. Okay. If you stop, just drinking water and go back again. Hard work. ما شاء الله. جماعة قال لك إنه لازم لك حوالي 6 ساعات إنك باش تتعلم هذه الهواية. جماعة على طالما يعني الرياضات البحرية ولا هذه الرياضات اللي تمارس على الشاطئ كانت من حولي. سيت نتعلم السيرف مرات عديدة. لكن ما تعلمتش في هذيك بقدر من الكفايه، لكن جربته احساس شباب بزاف. والان خاصه راح نجربوا الكايت سيرفينغ، نحس بلي انه راح تكون امتع من السيرف لانه تقدر تتحكم فيها بسهوله، يعني ما تحتاج وقت كبير كما السيرف. السيرف تحتاج توازن اكثر اللي تعلمناها في نوسا لومبونغان في بالي. If it's tight it gets you more easy to control your kite for yourself. Okay. Now you see I using 9 to launch my kite and now my kite is up so I can use to put at 12, I need 12, only 12. So up here, too tight. Or you can do this, and then the kite fly out. Oh, fly out? Yes. Okay. And then you can stay safe like that. So, let's go now. If you're ready. I don't need the glasses? You can take the glass for sure. Just try. Yeah. Now we look good. So now we go on. Come with me, please. You need to relax, يعني لازم تريلاكس. Yeah. تتحكم كل شيء في اليد، يعني اليد لازم right, left, right, left. 1, 2, 3, come on. Yeah. Why people come here? Why they most enjoy here in Paji Beach? First of all, I can say this probably the best beautiful beach here in Tanzania or here in Zanzibar. And the most beautiful beach, that's why we have a beautiful like good wind for do like surfing and kite surfing here, you know. Uh-huh. Because you can go to the other beach, but this you can see this is the best. It's very cool and chilling, you know. Exactly. It's more different with other beaches. So uh-huh. If you go and looking at the beach, so this is the best. It's huge also, like. It's, yeah, like that. Yeah, you can play football. You can do. Yeah, you can do football because you have enough place at the beach. Enough place, yeah. ويعتبر هذا الشاطئ هو جنة الكايت سيرفر، يعني هنايا موطن الكايت سيرفينج. علاش؟ بسبب الرياح الموجودة دائما في هذا الشاطئ، شاطئ باجي هو مشهور بهذا الشيء. إلا أنه شاطئ جميل، أنا عجبني أكثر من نونغوي. علاش؟ شاطئ مفتوح، شاطئ كبير، تقدر تلعب فيه كرة القدم، يعني تشوف الناس تلعب كرة القدم في كل مكان، وهذا أجمل شيء يعجبني هنايا. متعة متعة كرة القدم. سكليتا بدأوا كمان الحرب 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 جماعة يعني تقريبا والله من اجمل المباريات هنا في الرمال، يعني تحس كانك تلعب في استاد عادي، وتجيك ايه تقول لك دير لي فوتوشوت تخسر لك الماتش كاع. هاني رايحين ما نلعبوش صايم. مع اجواء احتفاليه هنا، كاين حفله. اجواء لن تراها ولن تعيشها الا في افريقيا. جاء الوقت ونكتشفوا حاجة جديدة قريبة من هذا الشاطئ. جماعة إذا جينا لوحد المحمية باش نسبحوا مع السلاحف، تخيلوا سلاحف صغيرة كبيرة هي قدامي ما شاء الله. المحمية اسمها باركة أكواريوم، باش نسبحوا مع السلاحف.
ثمن دخول حوالي 10 دولار للشخص، يعني تشوفها قدامك وتتبع معها تقدر حتى تمس تلمسها. دوك ندخلوا نشوفوا الداخل. هذه كبيرة، شوفي شحال كبيرة. وياه جبتيهم لي على بالك. بعدي لي بعدي لي نخاف من الحيوان هذا. انا شي تقدر تعطيهم ياكلوا؟ شي تعطيهم ياكلوا يجوا عندك تقدر تلمسهم، ما تقدرش تلبدهم، تلمسهم غير هكا من الفوق. فتت لهم غير بشويه. جايه هكذا سيرفي باش عندك المؤونه. جوادي يلعبها يبغى الحيوانات. بري ما نبغيش حيوانات. نلمسهم شباب. واه جايين رطبين. شنو كي تنفسوا كتلو بالضحك عندك خجاتها. Beach boys. Ah, you are beach boys. Yes, I'm a beach boys. What's the work for beach boys? So, I work by for I organize activities. Tourist activities. Yeah, tourist activities. Okay. We have Safari View, Rizzo Island, Pienda. What's the best one for you? For me, it's Safari View. هادي نروحوا لسفاري بلو ونجربوا واش قال لنا هو احسن يعني برنامج سياحي على حسب كلامه. والبيتش بويز هما ادرى، يعني هما يبيعوا لك برامج سياحيه في الشاطئ عندك. جا عندي للبيت كاين نبيع لك. فا اوكي تومورو وي جو توغادر. اوكي نو بروبليم. اوكي اكونا ماتاتا. البرامج السياحيه هنا في زنجبار سعرها ماشي غالي بزاف، يتراوح سعرها ما بين 20 و 40 دولار. نوصيكم برك على المساومه والمقاشحه، والبرامج هنا تاخذ لكم نصف يوم تقريبا. خلينا نشوفوا البرنامج تاعنا اللي خيرناه واش فيه. 43. وعليكم السلام. يا جماعة بداية الرحلة، هذه الرحلة اسمها سفاري بلو، يعني كي تقول لهم سفاري بلو من أفضل الرحلات على حسب ما سألته. هذه هي تاخذ لك يوم كامل. راح نعطي ناخذ قرش. راح نديكم في كامل راح نديكم معايا في كامل التفاصيل تشوفوها كيفاش. نركب القارب الان. Yes, go go. Thank you. إذن جينا لهذه الجزيرة وراح نديروا الإفطار تاعنا اللي داخل ضمن الرحلة يعني. تشوفوا تاني شجرة البوبوة ويدوقوكم الفاكهة تاعها. يعني هنا واحد الفاكهة غادي نجيبها في هذه الغابة، يعني هذا داخل في البرنامج. شوفوا هذه البوبوة تري ها ولا شكلها. كاين وحده اخرى اللي عندها اكثر من 500 سنه تخيل. جماعه هذه بيوت الصيادين، يعني شوفوا الشكل تاعها كي دايره، يحطوا القارب هنا تحت، يعني بيوتهم بسيطه جدا. وهذا صياد. السلام عليكم. انا كنا متاتا. ما هذا هو الاكل تاعنا، كاين كروفات كراميل فريت السلطة وكاين الأيوي. إذا جمعنا بعد ما ركبنا القالب وروحنا للساند بانك. الساند بانك اللي هو عبارة عن جزيرة غير الرملة فقط في وسط البحار. من كل سماء ترحل الغيوم إلا من فوق رأسي، كأنها تمنعني أن أرى النجوم التي بينها سأرسل. أريد أن أكون على جزيرة ما بدفتر لأكتب كل الكلمات لأعيش لحظتي في كل ما هو آت. عندي كل الوقت أضعاف ما فات. من بعد عملنا شوية حداها يعني
رانا مكملين دروك نشوفوا اللاغونا بلو، يعني شوفوا المياه الزرقاء. جماعة من المفروض نلقوا هنا كلها معمرة بالمياه الزرقاء، يعني على شكل بول، على شكل لابيسين، على شكل مسبح، لكن المياه راهي مهودة بزاف، راهي رجعت بزاف المياه، فلقيناها صحراء. ما كناش موفقين أبدا في هذا التريب. أشرف نسي الفروت. نايس. شوفوا واحد النوع من الفيش سموه زيبرا فيش، تقدروا تشوفوا يعني ما يحشمش يجي عندك ديريكت حسب انك راح توكله. فهنا وين راح نديروا سنوركلين، راح نوريكم المكان من السماء، يعني جميل جدا. جماعه اذا رانا رايحين ناكلوا اكله تقليديه، يعني يتلايم هما كاع الفريق يتلايم وياكلوا، وقالنا لي معاه بالسياره رانا ندورو رايحين نجولوا هنا في زنجبار. هما جايين من تنزانيا مايلين باش يلعبوا كره القدم، يعني جايين فقط لكره القدم. في المساء تلقوهم في البيتش، يعني في البحر يلعبوا، وفي الصباح يترينوا، ويعني احيانا يلعبوا في الاسبوع يلعبوا مباراه او مباراتين في الليغ تاعهم، يعني عندهم ليغ ناشونال ليغ، يعني رابطه كما نقول احنا. فجميل جميل انك تقضي يوم معاهم. رايحين دروك شغل التوريست نحوسو، ومن بعد نشربوا حاجه، ومن بعد نلعبوا بسياسه في البيتش، وغدوه نتريني معاهم، ولا خلوني نلعب معاهم ماتش، نلعب معاهم ماتش عادي. وراح يتلاقوا يعني الجروب كاع هما الجوار راح يتلاقوا ويفطروا في رحبه ما شاء الله. انا راح جماعة يعني تفاجأت انه هذا الستاد اللي يترينوا فيه، تخيلوا بالرملة عندكم فور تريننج يا تبع البيت تلقى فيزيك يا تلقاهم يعني صحاح نيشان. This is the number 10 midfielder. This is the professional. The key for the team. وبعد ما تناولنا أكلة الأوغالي اللي أكلة مشهورة عندهم ويأمنوا بأنها تعطيهم الطاقة وهي اللي تعطيهم القوة ويأكلوها يوميا، إذا علاقة مقدسة مع هذه أوغالي. وهنا بغيت نشكر اللي دارت لنا الأوغالي. Asante, thank you. Delicious. Ooh, very nice, very nice. Thank you. Asante. مرحبا بكم في جنة إفريقيا ولؤلؤة المحيط الهادي. Welcome to Zanzibar. لما تقول زنزبار تجيك مباشرة في بالك هذه الصورة. مطعم رومانسي على صخرة وسط المحيط. هو أيقونة السياحة في زنزبار، ولا أحد يجي لزنزبار وما يلتقي الصورة مع هذا المطعم. في عام 2010 تم تحويل هذه الصخرة إلى المطعم الأكثر شهرة وسيطاً في الجزيرة من قبل مجموعة من رواد الأعمال الإيطاليين، حيث تحتضن أمواج المحيط الهندي مطعم دروك، وتحيط به المياه تماماً، ويمكن الوصول إليه عن طريق نزهة قصيرة على الرمال. وخبروني انتوما مع مراكم متمنين تفطروا في هذا المطعم مع هذه الإطلالة الرائعة. لكن خبركم هنا ما كانش نفوت على الباطل، كل شيء غالي هنا لدرجة أنك باش تحجز لازم لك شهر قبل. سلي ما نجوش. إذن اقتربنا من قبيلة الماساي، والمكان تاعهم هنا في تنزانيا. هما الأصل تاعهم من كينيا وتنزانيا، يعني من دولتين طقوسهم غريبة جدا راح نكتشفوا الآن، لكن الطريق باش توصلوا إليهم طريق شوية صعب غير معبد. رانا حوالي 10 دقائق ولا نتمشوا في هذا الطريق. تعيش قبيلة الماساي في أكواخ مرتبة بطريقة دائرية التي تمنع الأسود من مهاجمتهم ومهاجمة مواشيهم. The people who speaks the Ma language. This is a Maasai language. In Tanzania, we speak Swahili as a official language. الماساي أغرب القبائل في إفريقيا، يشربون الدم ولا يغسلون موتهم. Mama, hey,
وليحصل الشخص في قبيلة الماساي على لقب الشجاعة والمهارة فيجب أن يصطاد أسدا، حيث من صغرهم يربوهم على اصطياد الأسود. يجتمعون شباب القبيلة ويهتفون بطريقة منسقة وتكون مصحوبة بصيحات عالية الطاقة، ويؤدون أشهر رقصة وهي رقصة الأدامو، رقصة القفز، وأكثر واحد فيهم يقفز ولعدة مرات وبشكل مستقيم في الهواء هو من ينال إعجاب المرأة في قبيلة الماساي. كيف هم الماساي اليوم؟ في الأخير الماساي يعني ثقافة الماساي بدأت تنقرض قليلا فقليلا، بدأت تنقرض شيئا فشيئا. بغاو يحافظوا على اللغة تاعهم، هي أهم شيء يحافظوا عليها، لكن المرأة ولا بدأت تدخل للدراسة تقرأ بدأت تفهم. المرأة دائما تلبس اللون الأزرق ولا البنفسجي، ودائما تحلق شعرها. كانت لازم تحلق شعرها كامل، الآن لا، تقول أني لازم نطول شعري لأن شافت الناس، يعني الإدوكيشن دخلت، يعني تقفوا شوية جماعة. بما أن أصل الماساي من كينيا وتنزانيا، وكينيا في السباقات على المدى الطويل هم الأوائل. فاليوم عرفت عليهاش، لأنه كانوا يهاجموهم الأسود وكانوا دائما يهربوا بهم. وفي سن السابعة هنايا يعطوا للطفل رمح ويقول له صاي روح للبوش للغابة وحمي نفسك بنفسك، يعني يعلموه من صغره. ويجوز للحاكم أو الرجل أن يتجوز من أعداد كبيرة من النساء قد تصل إلى 70 امرأة وربما أكثر، والمهر الخاص بالمرأة يكون بعدد رؤوس الأبقار وليس بالذهب، ويحدد ببقرتين للعروس البكر وقد تزيد بسبب مكانة العروس. No, after finishes, maybe next time. وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الفلوج. ما تبخلش علينا بلايك وتعليق حول هذه الجزيرة الجميلة الخلابة، اللي كما شفتوا في هذا الفلوج كاين بزاف أشياء عديدة تقدر تعملها في هذه الجزيرة. أبدا ما راحش تمل في هذه الجزيرة. ما تنسوش شوفوا موقعنا US by DZ على انستغرام والفيسبوك. الدفعة راهي قريبة باش تطلبوا طلبياتكم وتوصلكم إن شاء الله بإذن الله في نهاية فيفري وبداية مارس. واش نقولكم في الأخير؟ تهلوا في رواحكم. سيلفي. Akari biswa Zanzibar yetu hakuna matata. Hakuna matata. Okay. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Asante sana.